بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا من محبتك، واجعلنا يقينا في حضرتك، واجعلنا متجملين لسنة نبيك عليه صلاتك وسلامك يا سميع يا عليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. نعود إن شاء الله تعالى المقاربة للآيات الخاتمة لسورة بني إسرائيل، أي الإسرائيل. يقول ربي: وقرآنا فرقناه لتقرأه. لو كان جاء دفعة واحدة قراءته لي صعبة، يبدأ وقتاش ينتهي، وبين البداية والنهاية من فهمه؟ حتى الرسول ما نقول بشر عليه السلام، إذا كان يجي دفعة واحدة يغم عليه الفهم. إذا باش تفهموا بالضبط، الله هو بيداغوجي الأول، الله هو العالم الأول. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ أنتم تعلموا وما يعلمش. تو كلكم تو عمر كتابكم بكون وإناث، هذا يتقرد كل قطوس، وكل قرد، كل جامة كبيرة من القردة الضخام. بالضبط اللي قالوا من تولى كبرك ذاك يعملوا الاخرين، وخاصه اللي تنوا فيه العاهرات. وقت عادي كبور كل تظهر، كبور نتاع المؤخره اللي ولات تقلبت ولات علويه، وكبور نتاع المؤخره ولات عندها معاني اخرى، لان وقتها ولات قرده، وهي اخطر من القرده. خاطر القرده ممكن تحاسب ولكن لا تعاقب، اما هذه القرده هذه اللي يعبث بها العابثون باش يزيدوا يمتعوا أنظارهم في جرم وزنا النظر، مش سهلة. هكذا يوصلك بعد إلى نهاية الزنا، وهو وقت العير والمعبل يلتقيان على في غياب رحمة الرحمن، لأنكم يعني في معصية. بينما المؤمن والمؤمنة في رأس الزوجية ولا في العودة ولا في كل مكان، دابوا في خلوة ستر من الله يتمتع ويتتمتع. والمتعة هذيك ما تسموش تصورها، ومستحيل باش نقولها لكم، يالكم انتم ناس او باش وناس سطحيين وما تهمكم النعم الحلال. انتم تروموا كل الحرام، مش احنا ما نعملكم، انتم اخترتوا وحنا نجيو نولي وكلاء عليكم. لا والله، والله لا نتراوى الوكلاء، نحنوا ندعيوا للهدايه نعم، اما باش نجيو نفرض عليكم لا. لا كرامة الدين، ديننا واضح، ديننا سليم، ديننا بعاد على همزات الشياطين، والحمد لله رب العالمين.